تملتني احساس غريب، ما عرفش ليه، ما عرفتش افسره. وتلم حوالي المعجبات، لكن حسيت انه بيبص لي انا زي ما يكون في حاجه لفتت نظره فيا. ورأيتها لأول مرة وهفق قلبي كالأطفال، وسألت نفسي لماذا لا تأتي لكي أكلمها، وراحت تحت في دارة وتظهر دارة، وخيل إلي أنها تبتسم، وتمنيت لو أن هذه الابتسامة كانت لي، واختفت، وتمنيت لو أني أراها مرة أخرى. واستجاب القدر لأمنيتي، رأيتها للمرة الثانية وترددت هل ألحق بها وأبدأ الحديث معها. لا أعرف من هي وما اسمها، ولكني لم أفعل، فما تعودت أن أقدم على مغازلة فتاة لا أعرفها. لم يبخل علي القدر بلقاء ثالث. كانت تتمشى على البحر وقرص الشمس ينحدر في الأفق، وبدت وكأنها أحد آلهة الإغريق. وقررت هذه المرة ألا أترك الفرصة تفلت من يدي، وتقدمت إليها وكلي حرارة. اسمحي لي أقدم لك نفسي، أنا الأستاذ محمود حسين الكاتب المعروف. أنا ما تصورتش أبدا إنك تعرفيني. وانتي اسمك ايه؟ منى. دي تالت مرة بتشوف فيها بعض. مش واخدة بالي. انا ملاحظ انك دايما لوحدك. بحب اقعد مع نفسي. لازم بتحبي نفسك قوي. او يمكن بحب الهدوء. يبقى لازم انا ازعجتك. لا ابدا. بتقوليها مجاملة؟ ما تعودتش اجامل حد ابدا. انت هتخليني اتغرر في نفسي. هو انت ناقص؟ واستمر الحديث بينا بين الكد والهزار لحد ما فهمت. وما قريتيش ولا روايه من رواياتي؟ في الحقيقه كل الروايات اللي بقراها ادب فرنساوي. انت بتدرسي في مدارس اجنبيه؟ كنت في مارد ديو. ودلوقتي؟ انا في كليه الاداب قسم فرنساوي. بس مش عيب تبقي مصريه وما تقريش ولا روايه مصريه. يضايقك لو اديت لك روايه من رواياتي؟ يا ريت. بس وعديني انك تقريها. حاضر. وافترقنا وقلبي مليء بالسعادة والفرح. لقد احسست اني حصلت على شيء كبير. شهيرة، انت عمرك ما حبيتي. اهلا وسهلا. انت وقعتي ولا الهوى رماكي؟ هوى ايه ورماني ايه؟ انا بسألك انت حبيتي. تعالي هنا قوليلي، هو قالك ايه وقلتيله ايه؟ احكيلي احكيلي. احكيلك ايه؟ قالك ايه؟ كلام حلو. وانتي قلتيله ايه؟ هو انا عرفت اقوله حاجة، كل في دماغي دار. عشان اللي بيبصوا لنا دول. ايوه. طيب ايه رايك نروح حته تانية؟ حته تانية؟ فين يعني؟ نروح سينما.
سينما. ده احنا كده هنلفت النظر اكتر. اسمعي انا عازمك على سينما كام الساعه 3 فيها فيلم يجنن. هسيب التذكره باسمك على الباب. ايوه بس ولا بس ولا حاجه هستناكي. وجدت نفسي انتظرها في الظلام واتصرف كشاب مهارق. مين يا بنت؟ انا ابو. انت مين؟ انا مين؟ ما عرفتش اقول انا مين. ما عندي اقرب الناس لي. محمود انا هنا يا محمود. انا جنبك يا حبيبي. جنبك. انت منى؟ ايوه. ده ما فيش غير كلمه منى على لساني. الحمد لله ان ربنا بعتك. انا مش هسيبه. مش هسيبه ابدا. كنت فين؟ ما بترديش يعني؟ كنت فين؟ في المستشفى. عشان ايه؟ حد من العيلة جرى له حاجة؟ لا. امال يبقى مين ده اللي خلاكي تسيبي ضيوفك وتنزلي من البيت؟ أصل صدمته عربية. مين؟ محمود. وخرجت من هنا عشان تشوفيه في المستشفى؟ ايوه حياته في خطر. انا كنت فاكر ان الموضوع ده انتهى من زمان، لكن الظاهر اني كنت غلطان. يوسف ننبهك اني مش هسمح لك تعرضي اسمي وسمعتي لكلام الناس. انا اعتبر اللي عملتيه ده غلطه، أرجو إنها ما تتكررش تاني. ده بين الحياة والموت. أسيبه إزاي؟ أنا وجدي أقعد جنبه. مش يمكن وجودي جنبه ينقذه؟ واجبك هنا في بيتك مش هناك. أنا اللي عملته ده ما فيهوش أي جرح ليك. أنا بزور مريض على فراش الموت. مش حاسس بحاجة. ولا حتى بهي. الظاهر المناقشة معاكي مش هتجيب نتيجة. المستشفى ده مش هتروحيه تاني. لو خرجتي من البيت ده تقدري تعتبري نفسك طالق، وابنك مش هتشوفيه تاني.